السلام عليكم. نتمنى من الله أن يكون كل شيء جيد وجيد جدا. نبات البسباس أو ما يسمى بالنافع البلدي أو الشمر، لهذا النبات فوائد كثيرة جدا على الدجاج وعلى صحة الإنسان أيضا، وما يهمنا نحن هو استعماله للدجاج. وذكره ابن سينا في كتابه وحتى على استعماله. فهذا النبات يحتوي على مكونات جد مهمة، ومن بين هذه المكونات التي يحتوي عليها الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبروتين ونسبة كبيرة منه. فطبعا هذه المكونات لها عدة فوائد على جسم الدجاج، فالدجاج يحبه كثيرا لأن رائحته جميلة جدا وطعمه ممتاز. فمن فوائده تطهير الجهاز الهضمي، ويفيد الكلي في بعض الحالات التي يتسبب بعض الأدوية البيطرية في فشل الكلي للدجاج، ولا تستطيع الدجاجة عن الوقوف. في هذه الحالات يمكن استعمال هذا النبات. وأيضا يستعمل للإسهال الذي يصيب الدجاج، كما أنه مهم في حالة إصابة القطيع بالكوكسيديا، فهو يحارب الأكسدة وعدو لبعض الغازات التي تتجمع في جسم الدجاج. فعندما يكون للدجاج نقص في الكالسيوم تعود الدجاجة إلى أكل البيض، فيمكن استعمال هذا النبات لتعويض ذلك النقص. هذا النبات سهل الزراعة وإنتاجه ممتاز، ويمكن غرسه في أي وقت من السنة، كما أنه ينتج طيلة السنة، يمكن غرسه في أي مكان، لا يحتاج إلى ظروف معينة، فبإمكان غرسه في أحواض بلاستيكية بالنسبة للناس الذين يسكنون بالمدينة ولا يتوفرون على أرضية. أما بالنسبة لأهل البادية فذلك جد سهل لهم، لأن الأرض متوفرة، وكما قلت إنتاج جد وجد ممتاز، ويمكن قطفه مرة أو مرتين في الأسبوع. فبعض الحالات يمكن تجفيفه وتقديمه كمطحون أو غير مطحون مع العلف، أو يمكن فرز بذوره ووضعها في الماء الساخن وتقديم ذلك الماء للدجاج، لأنه مفيد ومفيد لهم، أو يمكن تقديمه كما هو الآن في الفيديو. لكن الدجاج يحبه أخضر ويأكل منه الكثير. في جميع الحالات فهو ممتاز وممتاز جدا. نتمنى من الله أن نكون قد أفدناكم ببعض الأشياء البسيطة والبسيطة جداً.